الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أسس التعامل مع القرآن الكريم للشيخ الدكتور وصفي عاشور أبو زيد. وحنكو جرني كتاب كني أسس التعامل أساسية ذا لولا دقمو وحيابها أساس كوة ugu wanaagsan hadii la bartay la raaco ku fududaynaya at-taamul ma'al qur'aani qur'aanka inaad la tacaamusho raacdood ku dhaqanto lix asaas baan soo marnay. Asaaska toddobaad sheekhu wuxuu yiri xafidahullah al-camalu qur'aankii in lagu dhaqmo weeyaan iyo wat-tadbiiqu in la dhaqangeliyo in qofka naftiisa uu ku dhaqmo tadbiiqna camal kastuu qabanayo ama haddii uu yahay nin alle subxaanahu wa tacaala imrada iyo madaxtinimada uu dhiibay inuu kitaabka tadbiiqiyo. Waa ususta attacaamul maca alqur'aan alkariim buu ka mid yahay. Sheekhu wuxuu yidhi hada alasaas asaaskan oo ah alcamal waatadbiiq yuctabaru waxaa loo ictibaariyaa inuu yahay oo loo arkaa thamaratun miro ka soo baxay oo ka soo dhex baxay lilusus assaabiqati jamiican aasaasyadii horaan soo marnay miro ka soo baxay weeyaan oo qofka qur-aanka markuu darajeeyo qur-aanka markuu si fiican u akhriyo qur-aanka markuu xifdiyo qur-aanka markuu fahmo arrimahaasoo dhan waxay keensanaysaa alcamal waatadbiiq. وهذا الأساس يعتبر ثمرة للأسس السابقة جميعا ونتيجة ينتيجويا أساس كان أو طبيعية لها طبيعة أه وإلا تكون شخصية شخصية دي وحين نقول إيساء أو أرمها نوردن صوصا بيسي قفك إنتا نوردن صوصا بيجي oo qur-aanka sharafkiisii ogaaday iyo darajadiisa qiraa'adiisii bartay xifdintiisii bartay fahamkiisii bartay haddii uu markaa ku dhaqmi waayo oo natiijo fiican ay ka soo bixi weyso thamaro fiican wa ilaa takuunu shakhsiya shakhsiga noocaasa wuxuu noqonayaa kayru sawiya midaanan toosnayn. Falaa tuujadu nafsun sawiya محبة للخير محبة للناس والخير تحصل هذا الخير العميم ثم تحبسه على شخصها من دون الناس. شيخ وحيري فلا توجد نفس سوية نفض ما يستران لهلي مايو أو لهلي مايو أو محبة للناس ضدك أن يجعليهن أما محبة للناس والخير ضدك كالقعيل أي وقبان إستغنى خير كيبو كالقعيل وقبا أو تحصل هذا الخير خير كان هليسا نف خير كان هليسا مجر العميم خير كان قود ثم تحبسه عشانيسا على شخصها نفته إذا كليكو عشانيسا من دون الناس ضدك سكاديس. وحولي هاي شيخو قفك هدي قرآن كا شرفتي سؤو أغادو oo uu xifdiyo oo uu fahmo inuu ku dhaqmo dadka kalena ku dhaqo wax u diidaya male inay nafta xun tahay mooye waayo nafta hadday fiican tahay wuxuu yidhi oo naf dadka khayrka la jecel ay tahay haa muxibba muxibba linnaasi dadka la jecel walkhayri iyo khayrkii la jecel ama khayrkana jecel dadkana khayrka la jecel oo arrimahan oo dhan soo maraysa oo haddana khayrkii aan soo sii gudbinaynin lama helayuuni naftaa inay tahay mooye naf khayr daran sidaasuu sheekhu leeyahay. Walqur'aanu alkariimu qur'aankii wanaagsanaana
يومي وحوت المامية إلى معنى التطبيق تطبيق قرآنك والله قد أقمو معنه إسا قرآنك ووت الماما والتنفيذي إيو قرآنك أمر كيسو لفولي إيو ووت الماما وتفعيل هذا الكتاب إيو كتاب كان إن لقد أقو في حياة الناس إددتك نلوشو ضرن كتاب كان ووت الماما ومن ذلك آيادها تلماما يا إشارة يا قرآن كا إن لو سودجي تطبيق يا تنفيذ يا تفعيل وحاكم إذا اللي قول كيسا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا نقوان دجينا إليك حقاقا الكتاب بالحق كتاب كيبان سودجينا يحق سودجينا لتحكم بين الناس حلو سودجي لتحكم سيئات وحكمته بين الناس ضد كدحضوا وحي اختلاف كدعاء بما أراك الله وحال سبحانه وتعالى وكفهم سيئ وكتصي كتاب كمركا التفعيل والتطبيق البس بالوس وتجي وحد ضد كدحضوا كدعاء يوطن كتاب كان ينطق حكمته طيب سيدوك الله سبحانه وتعالى وحيري ونحكم و أن يحكم وحنكو أمرني نبي محمد أن يحكم يند حكمته بينهم لحدوضا بما أنزل الله لوح سودج وكتابك وياني ولا تتبع الراعين أهواءهم هو يالكو ذي وحي جعلين أو كتابك إنك اللي إحذاننا الراعين واحذرهم اسك إلالي وكدكتونو أن يفتنوك إنك كافد نيان عن بعض ما أنزل الله إليك قيب كم إذا وحال وكوس دجيء إن كافد نيان إسك إلالي إلا إن أهل الهوى مركه روح إسك ديان هوا ذين الرعض كدبنا كتابك إلهي بي قارن رومينا يا قارن دي ديان لبض برسولك والله دي دي مركه ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه سيدوك الله سبحانه وتعالى سوت المامية كتاب كان إن تطبيق هي تفعيل يتنفيذ لوسو دجيي إن لغو دقمو أو لشق قليو كتاب كان وصل نقن مد ميل إسكي يالا لكن لغو دقمو وهذا كان كتاب ويان كتاب أنزلناه سو دجيني مبارك بركيسا بركو رنبا كتاب كان وكلا صدي قراءة دي سوا بركو حرس حركي سوا بركو كدنقن كي سوا بركو ويان إسوا نوا مبارك فاتبعوه الراعة واتقوا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إلهينا كعب صدى مركا وحد مذنتهين إن لايذين حريسته طيب كتابنا مركا وحلو صدجي إن لقو دقمو آياتك لله سبحانه وتعالى وحو يدي في سورة طه وقد آتيناك وحا حقيقة إن أنقصنا من لدنا حقنا ذكرا كتاب وكتاب في قرآن أسماء دي سي وذكر باكم إذا صمع من عرض عنه قفك كجيستا كتاب كان فإنه يحمل وحو حنباريا يوم القيامة ما ننتا الليل لكل ميو قيامها وزرا ذنبي بو حنباريا وحو إمانا يسوغو ذنبي حنبارسا كتاب كل لغا جيستو مركا وحوويان وانا تطبيق وتنفيذ انا لغو سمين ذنبي قاسا لغا لكل مي خالدين فيه وحي كواريان مركا نارتي كواريان داتكا يوحي حنبارسين يهينو ذنبي ايا نارتا قلين وزرغان وحنبارسانان ايا وكواريان وساء لهم وحا حماضي يجا وحماضي يوم القيامة ما ننت قيامها حملا وحي حنبارسيه أيها حماضي اللي قف ذنبي حنبارسان وضدك يقولون إيه أركيان اللي ذنوب تما أركتي يوم القيامة ضدك والله صوبندقي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحوش يجا ضدك ظلم قسمية هدا يوم القيامة إن بنديرت لو سريو قفك ظلم سمية بلان فرصة مايا ضدك الظلمية بنديرت بامال وغطال علم
dadkoo dhan baa istusaya haadihi qadrat fulani lay, waa ballanfurkii ninkan uu sameeyey, bandiyaradaasaan isagana meesha loo suray, meeshaa lagu arkay. Kuwana markaa qofkii kitaabka ka jeesta nacuudu billaahi min daali, dembi bay xambaarsanayaan, dembigaana way ku waarayaan. Wasaa'a lahum yowma alqiyaamati ximlan, buu yidhi Ilaahay. Walmutaamilu, qofka fiirfiiriyana fi lqur'aani alkariimi, qur'aankan kariimka ah, yajidu, wuxuu helayaa, alcamala saalix, camalka saalixa ee qur'aanka uu sheego, maqruunan, daa'iman, mar kasta waxaa ku xiran, biliimaani, iimaan, alladiina aamanuu wa camiluu saalixaati, ayaad mar kasta maqli. Wa xasbunaa, waxaa nagu filan, anna nasa qawlihi tacaala aamanuu wa camiluu saalixaati, anna nasa qawlihi tacaala, naska alle subxaanahu wa tacaala, ina alladiina aamanuu wa camiluu saalixaati, qur'aan ku soo arooray, mukararun, in lagu soo celceliyey, fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa, thamaaniyata wa arbaciina mara, 48 jeer baa lagu soo celiyey. Su'aal way ka iman doontaa, iska jira meesha imtixaan markaad gelaysaan, qur'aanka meeqa jeer ayuu sheegay baa lagu dhihi doonaa, lagu sheegay ilaahay uu ku sheegay, alladiina aamanuu wa camiluu saalixaat, 48 jeer weeyaan. Waqad kaana nabiyu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, rasuulkii alle sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wuxuu ahaa mutakhalliqan, mid ka akhlaaq dhigta, bilqur'aani alcadiimi, qur'aanka ayuu akhlaaq ka dhigan jiray. Macnaha qur'aanku akhlaaq laga dhigtana wuu noo iman doonaa. Rawa alimaamu axmed, imaamu axmed ibnu xambal raxmat ullaahi tacaala calayhi wuxuu wariyey fii musnadihi, kitaabkiisa musnadka, bisanadihi isagoo ku warinaya, can saciid ibni haashim ibni caamir qaala, wuxuu yidhi saciid ibnu haashim ibni caamir, ataytu caaisha, waxaan u imid hooyadeenna caaishaan u imid, buu yidhi, faqultu, waxaan idhi, yaa uma almu'miniin, akhbiriinii, ii sheeg, bikhuluqi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, akhlaaqdii rasuulka ii sheeg. Qaalat, waxay tidhi, kaana khuluquhu alqur'aan, akhlaaqdiisu waxay ahayd qur'aanka. Qur'aanka waxyaabaha uu farayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu raaci jiray, qur'aanka wuxuu ka reebana rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam uu ka reebtoomi jiray. Amaa taqra, miyaadan akhrinaynin alqur'aan, qur'aanka miyaadan akhrinaynin, qawl allaahi caza wa jalla miyaadan akhrinaynin, wa innaka la calaa khuluqin cadiim, wa innaka adiga nabi maxamedow la calaa khuluqin, akhlaaq iyo aadaab dusheeda ahaatay akhlaaqdaasoo cadiim, aad iyo aad u weyn. Ilan iyagaa gaalada waxay yidhaahdeen waa majnuun soo maaha. Allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, inna laka wa inna laka la ajran gayra mamnuun, nabi maxamedow waxaa lagu siiyey sala allahu calayhi wasalam ajar aanan go'aynin, wa innaka la calaa khuluqin cadiim, akhlaaq wanaagsanna alle subxaanahu wa tacaala wuu kugu beeray oo wuu ku siiyey. Marka caaisha waxay leedahay aayadda waxaa laga wadaa rasuulka sala allahu calayhi wa aalihi wasalam qur'aanku ku dhaqmi jiray. Wa muqtadaa daalik, arrinka micnaheedu waxa weeyaan oo ay keensanaysaa, annahu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam rasuulka alle kaana wuxuu ahaa mutamasikan, mid haysta, biaadaabihi qur'aanka aadaabtiisuu haystay oo uu raaci jiray, wa awaamirihi amaryaashiisuu raaci jiray, wa nawaahii nawaahidiisuu raaci jiray, waxyaabaha qur'aanka uu diido, waxyaabaha qur'aanka uu amro, aadaabta iyo waxyaabaha wanaagsane farayo qur'aanka, wa maxaasinahu iyo qur'aanka wanaaggiisa ayuu raaci jiray, wa yuwaddixuhu anna jamiica maa qasa allaahu tacaala fii kitaabihi min alakhlaaq mima qasahu min nabiyin aw waliyin aw xatha calayhi aw nadaba ilayhi kaana sala allahu calayhi wa aalihi wasalam mutakhalliqan bihi. Tayib, sheekhu wuxuu yidhi markaa
rasuulkeena sallallahu calayhi wa aalihi wasallam inuu qur-aanka raaci jiray aadaabtiisa iyo amarkiisa iyo nawahidiisa way wadaxuhu waxaa caddaynaya inuu qur-aanka ku dhaqmi jiray anna jamiica maa qasa allaahu tacaalaa wax kastoo ilaahay qur-aanka uu ku sheegay fii kitaabihi kitaabkiisa oo min alakhlaaqi akhlaaq wanaagsan ah mimaa qasahu waxaasoo ilaahay uu ka hadlay uu kaga sheekeeyey akhlaaq uu lahaa min nabiyin nebi lahaa aw waliyin ama qof awliya uu lahaa aw xafa calayhi ama qur-aanka uu baraarujiyey aw nadaba ilayhi ama qur-aanka uu markaa jeclaystay in la raaco kaana sala allahu calayhi wa aalihi wasalam rasuulka alle wuxuu ahaa mutakhalliqan bihi mid ku dhaqma mutakhallifan buu yidhi famaa idiin qoran qaaf ka dhiga meesha mutakhalliqan bihi dhibic kale u yeela wuxuu ahaa rasuulka mid ku dhaqma wa kullu maa naha allahu tacaalaa canhu wax kastoo allah subxaanahu watacaala uu reebay fiihi qur-aanka dhexdiisa wanazaha ee uu markaa reebay oo diidayna kaana sala allahu calayhi wa aalihi wasalam rasuulkii alle wuxuu ahaa laa yaxuumu midaanan ku wareegin xawlahu waxyaabaha ilaahay uu xarimay tilka xuduudullaahi falaa taqrabuuha waa xaaraantii weeyaan soomaaha xaaraan looma dhowaanayo rasuulka agteeda ma mari jirin wa tilka xuduudullaahi falaa tactaduuhaana xalaashi weeyaan xalaasha wuxuu ilaahay kuu xalaaleeyey lama rabo inaad ka baxdo xaaraan u gudubto taqrabuuha tan lagu yirina waxa weeyaan xaaraantii waa iyadana aan u dhowaanin wa idaa tacallama almuslimu qofka muslimka hadduu ogaado kayfiyata tilaawa qur-aanka sida loo akhriyo wa xafida kitaab allaahi kitaabka ilaahayna uu xifdiyo wa fahima uu fahmo maraamiihi qur-aanka waxyaabaha uu tilmaamayo wamaqaasidahu iyo waxyaabaha ulajeedkiisa qur-aanka uu yahay fa ina aljuluusa in laga fariisto oo laga caajizo can ilcamali bihi qur-aanka in lagu dhaqmo markaa yucaddu waxaa lagu tiriyaa nifaaqan inay tahay munaafiqnimo wa mukhaalafatan inay tahay waadixa mukhaalafo cad iyo khilaaf cad oo qur-aanka la khilaafayo qofka tilaawadii qur-aanka duu bartay qur-aankii xifdiyey uu fahmay inuusan qur-aanka ku dhaqmin sheekhu wuxuu leeyay yucaddu nifaaqan wa mukhaalafatan waadixa nifaaq cad inuu yahay iyo mukhaalafo markaa aan geed loogu soo gaban wallaahu tacaalaa alle subxaanahu watacaalaa nacaa kahiiran cala annaasi haada almacnaa dad badan buu alle subxaanahu watacaalaa ku haydaareeyey nacaa kahiiran in badan buu ku haydaareeyey cala annaasi dadka dushooda haada almacnaa macnahan isagoo alle u digaya oo le war sifada ayaanan la yeelanin in badan buu qur-aanka alle subxaanahu watacaalaa ku tilmaamay bal dadkan sida loo ceebeeyey fiiri intay haddana wax bartaan aanan ku dhaqmaynin qur-aankii intay akhrintiisii iyo fahamkiisii iyo tafsiirkiisii bartaan haddana aan ku dhaqmaynin qaala jalla wacalaa alle wuxuu yidhi ata'muruuna annaasa dadka miyaad amraysaan bilbiri wanaagii wa tansawna aad markaasna aad ka hilmaamaysaan ood hilmaamaysaan anfusakum nafyaalkiinna oo laa ta'muruuna bilbiri anfusakum naftiinnana wanaagaa ma faraysaan wa antum walxaal idinkoo tatluuna alkitaaba kitaabkii akhrinaya war sidaas ma fiicnee nin caqlin lama sameeye ee afalaa tacqiluun warnimayahu maad caqli yeelataan arrinka sidaan ah oo ah kitaabkii idinkoo akhrinaya inaad dadkiina u sheegtaan tiraahdaan u fasirtaan idinkiinaana ku dhaqmin xaaraantii baad ka sheekayn adigana xaaraantii ka fogaan maysi akhlaaqda xun baad ka sheekaynaysaa adigaana ugu horeeya ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun nabiyullaahi shucaybna wuxuu yidhi qoomkiisa markuu la hadlayey wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can soo nabiyullaahi shucayb ma ahayn suurad huud aayadda ku jirta 89aad wamaa uriidu ma doonayo an ukhaalifakum inaan idiin gadaal maro ilaa maa anhaakum canhu waxaan idiin ka reebayo in uriidu maa uriidu waxaan doonayaa un buu yidhi in uriidu
وحان أمدوني إلا الإصلاح وناقم باندوني إن أريد إلا الإصلاح إصلاح مويه وحكلون دوني مالي ما استطعت وحان أغوضو أو إصلاحا وما توفيقي توفيقي أنا ما أهاني إلا بالله الله إنا نقبصده مويه عليه دشيسان توكلت أن تلصارتي وإليه حقيسان أنيب أنقني سيدة سوير نبينا عليه وعلى النبينا الصلاة والسلام وعيب مركا ضدك واحد وشي جيسو واتكري بيسو هذا أنا إنا ضد بمرتو منافقني مكينيسا مخالفي كينيسا واتنا أهل الإيمان يا والله الله يهدنا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كو إيمانك لقيه ليو لما تقولون محاد ورانا إيسان ما لا تفعلون وحدا سمينين وحدا سمينين محاد ووهد لي إيمان بات شيكتين إيمان كما تكررون شيكتان كبرا مقتا عرأي ويناتي عند الله اللي أكتيسا وقال محول عرون أن تقولوا إنا ترهدان ما لا تفعلون وحدا سمينين إنا تكو هذا الشان تانا وعيبين سوماها لعيبين أيو قفك كتابك مركو أخرستي مركو فهمي مركو حفظي إنو كدق ميوايو مركو أساس آديات أوين العمل والتطبيق والتفعيل وما قيمة العلم أو الحفظ بلا عمل وما قيمة العلم محيط هايو تريسا وشرف أولي هاي قيمة العلم علمك قيمة أولي محين قنيسا أو الحفظ أما كتابك ولا حفظيو بلا عمل عمل الآن وحنا تدكو دقمي ويسي حفظي انتي محيكو تاري سنة دي واد براتي كمانا دقمي سي سنة واحد أخر ستي قريغا مركا لغا صباحي وحاصل الأخرية إنا تكو دقن تال ربا مسكوشة وحاصل الأخرية قريغا ريركا مركا لحا جونيو فلا خير خير كمجرو في إيمان إيمان لا يتبعه عمل عمل سن راعين وخير كمجرو إيمان مركا عمل سن راعين خير ماله ولا خير خير ملها في عقيدة عقيدة تثمر ولا خير في عقيدة تثمر الجهاد من أهلها والموت في سبيلها ولا خير في عقيدة تثمر الجهاد من أجلها والموت في سبيلها فلا خير في إيمان لا يتبعه عمل ولا خير في عقيدة تثمر الجهاد من أهل من أجلها والموت في سبيلها فقرضا فهم كذا ما قرنا يوم وأحب لقيته يتلو كتابك مركل لصوت طبعيني ولا خير في عقيدة خيرك مجر عقيدة أو تثمر الجهاد جهادك سو صاريس من أهلها أجل كذا أجل كذا درت جهاد سو صاريس والموت في سبيلها ما فهمي كرو كل يحلقي يا بكلمات هنا كما قيمين فلا خير في إيمان لا يتبعه العمل طيب شيخ مركا فقردا سدا سؤكاني وحلدوني العمل بالكتاب والتطبيق بلدوني مركا لحفظي ولفهم وكذب والعمل أو التطبيق عملك هي تطبيق قرآنك لا تطبيقين له دوائر دوائر بولية هاي دائروين لدون يو إن لفير فيريو الأولى مدى وهو الرئيس ودائرة فردية مدى شخصك كوريك سنويا قفك النفتيسة إنه تطبيق ولي ماذا وهي دائرة إصلاح النفس نفت قفك إنه إصلاحي ويا وتهذيبها أوهاجيو وتزكيتها إنه طهر ويا محوك طهر يا نفتي كوهاجا جنيا بما فرض الله تعالى وحى إلهي واجبي وصنه النبي صلى الله عليه وسلم رسول كان أوسني كتابك مرة تعينا تقول لقدته أولا نفت هذا كو إصلاح نفت هذا سيد إصلاح وحى إسكود إذا وحى إلهي وفرض يالي كتاب كيسا نفت هذا قل لق سنة الرسول كان صلى الله عليه وسلم وحكوشة نفت هذا قل لق وثانية دائرة اللبادنا ودائرة أسرية مد إهلك أي كو هرير سنتهي كتابك إن لقل لقو وهي مسؤولية الإنسان
تانا وحويان مسؤولية الإنسان إنسان كمسؤولية كسارا عن أسرته أهل كيسة زوجا حاس هاتيا وأبناء إلما أهاينا وأبا والد أبا أهايا وأما هويا أهاتيا وإخوة ولالو أهاينا وأخوات قبل ولالها أهاينا مسؤولية كسارا إن كتابك كل قضو. قال تعالى اللوح يري وأمر أهلك نبي محمد فر أو أمر أهلك أهل كاغا بالصلاة صلاة فر والصبر عليها كون صبر صلاة إن لقته وأذقته سيدوك الأهل كإن لفرنا آد بي وأذقته رسولك وحل وليه ور أهل كي صلاة فر كون صبر لا نسألك كوي دي سنمين رزقا رزق كوي دي سنمينه نحن أنجا نرزقك كإرزاقنا يعيد كسو إله أو ما يستجع إرزاقيا قف كسو صلاة أهل كيس فرا كنا صبرنا إله وإرزاقيا والعاقبة عاقبتنا عربتي ونكسنيدنا للتقوى لأهل التقوى بيوهاتك هو إله كعب صدا وقال أيضا الله سبحانه وتعالى وعيري سو فريا إن أهل كيرير كدين تلقو دقمو أو لو دقوا كتابك يا أيها الذين آمنوا قوا إيمانك لجاه ليو قوا أنفسكم نفيالك إن وجدك وأهليكم إهل كينا نار النار وجدك وقودها نار تاسو وحلوه رنا يو هذا وحلوه شدة يقري هذا الناس ضد بالغو خرين يو الحجارة نجحان عليها نار تدش هذا وحاء ملائكة باء غلاظ ومركا أضغو طبيعة أضغ شداد حوق له أن مركا للا دقالمي كرين لا يعصون الله إلهي كعاص ما يان وما أمره وحقه أمره وأددك النار تين لغو هيو ولغو عذابه ويفعلون وحي سمين يان ما يؤمرون وحل أمره ملايب باميشا تاغن ملايب جنسي جينا ماها سيدا أوده أددك العذاب يو هتا لغم حنون صنعي أمر بوحيستا أنا بني آدم كهذا الدنيا ذا جوجا دمانتين اسكو جنسي بانا ما أنت قف مثلاً أما قالا أنا المسلم هين جد كهدو كجيرو أذى كذا وجري رعون جاري هدو كجيرو دي كيس ده ضربت وجري رعون استوى له جبي هدا ضربته وحسكو دينا كعليس بقى حسوا له قلوا فنايا واي اسكون جد سبان نهاي لكن ملائكة وحويان نار إلى علينا يسا لا يعصون الله ما أمرهم وحلا سينا يئيو وحلا جلا حد ليئيو ملك وغلاد شداد نعوذ بالله من ذلك تانا وحلو كان سنيا اهلك هدي وحي الهي وفر اي سمين ويان ها وحويان عذاب تاسي قليان نعوذ بالله من ذلك اهلك مركا وحل دونيا ان لغا الاليو سين لغا الالين قران كي بالغو تطبيقين طيب دوائر تمركا سدحان شيخ وحو يري دائره مجتمعيه ويان مجتمع ان كنا الله يبلشدا سيدي لوغو دقيا كتاب كان او لوغو تطبيقينيا وحويان دينتي با لوغو ييري وهي الدعوه العامه دعوتي عامك اهيد ويان او في المجتمع ددك لو ييريي عبر مؤسساته وهيئاته هيئته سي مؤسسات كيسا دين عوده يجدكودا لوغو ييري ددك اما اذاعات كلا هادل اما تي في كلا هادل اما مساجد تك اما مدارس تك اما ميلها روسيدا كلا هادل بلشدي وحال ربا دعوة إلى كتاب الله وسنته والوزارات التي تهتم إيوة وزارتها لوح الساري بالدعوة والمجتمع تدك بلشدة هي دعوة لوح الساري هذا هو دمضة بسن المسلمين توحي إليهن هيئات بيليهن هيئة الأمر بالمعروف بالمخلص والنهي عن المنكر وزارة الأوقاف والدعوة إلى الله دار الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمقلي وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك ذاتك ساقش وقل لي وذاتك بيدعوذ أوي ريان كتابك تطبيق تيسي يتفعيل كيسي بأوي ريان الرابعة مدى أفراد دائرة عالمية ويان مدى أدون كوردان كوكوبا وأدون كوردان لغربو وفيها تتحقق تحقق تاسا وحي مدى سانا حقيجين شهادة الأمة الإسلامية على سائر الأمم شهادة الأمة الإسلامية أمة دان مسلمة دا
إني مرخاتي كن نقطو على سائر الأمم أمضها كالأردن وتكون فيها أمضا أي أهاتو الأمة المسؤولة أمضا مسؤولك كأن عن هداية هذا العالم أدون كان إني هنونيا مسؤولية بأمر كان نوت الله أدون كان إن دين تلغو تطبيقي لغو ييرو يوم القيامة شهداء نقنو شهداء على لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أننا وحنا ولا صاري ودين تنا لوجو دي بي إن مرخاتين نقلنا رسول كنا صلى الله عليه وسلم مرخاتين النقض وتبليغ الدين يدين تين لجارسيو صافيا نقيا يدو صافي ومركا نظيفة كما نزل به القرآن القرآن كسيدو وسود دقي وجاءت به يسدي أتمد ولا تمد السنة النبوية سنة نبيا أفرت دائرة أيو يري أي قرآن كتطبيقين تيسا أي عمل كيسا نوفض ذين أي نفتاد لغو دغمو إهلكو لغو دغمو مجتمع لغو يرو الدنيا دو لغاتسي أفرت شيويان الأساس أثانا بريتو أيان كدغينا هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.